فبدايه هذا ديالو تبون قال لك خلاص نادي صنوبر الشعب ونحيو علينا هادي ونحيو علينا هاديك. ايه ما خرج عائلته ما خرجوش وكدا وبقاو يتكسلوا ليه هو الدنيا القصر ساكن فيه ولكن ما حبش القبيله تاكلوا الديبا الاولاد مخليها يزاو فيها يروح يدوروا الكاس فيها. كلوب دي بان كانت تابعة الوزارة الأولى. أبي هذا الخطأ سي تبون نهار 3 أوت خرج في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقول أنه إقامة الدولة ساحل ترجع لمصالح رئاسة الجمهورية. وسينيا دوكري بريزيدونسيال هي اللي تنشر في الجريدة الرسمية وولات كلوب دي با اسمها إقامة الدولة للساحل. وهذه قال إقامة تجارية. إيه تجارية قال لك كاركتر اندستريال اي كوميرسيال. سمعت؟ doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. استقلالية مالية. كيفاش تجيب دراهم هادي؟ باش الناس كامل اللي ساكنين ربو ما يخلصوش وزارة جنرالات ولا جنرالات ربو ما يخلصوش. منين أدخل الدراهم؟ من ميزانية الدولة. الدولة تخلص لهذا الشركة إقامة الدولة الساحل الدولة تخلص لها تعطيها يعني من اللي حيتو بخر مش حاسبين الشعب زي وإذا تبقى على كل حال الإقامة دايما في صالح المقام تاع الدولة البحر وغدا ما نهضروش عليه ما تفلوش موريتي كلوب دي با نيت اوز الجزائريين. الجزائريين عندهم الشواطئ الاخرى عندهم الشواطئ اللي حكمتها لا مافيا دي بلاج. شنو لا مافيا دي بلاج يا ناس؟ هذوك اللي يجي يحط لك الكراسة في الشط ويقول لك تكح طون باش تقدر تجاني وما تقدر تخلص له كما تكحلوش باش تدي هذيك الترونزا. وزيد كي تجي تقالي طوموبيل يجي لك واحد لابس مردايا يقول لك 10,000 20,000 هون عادي. شكون الحاكم لا مافيا دي بلاج؟ انت عم بالك يعني هكذاك يجي واحد راه في المردايه يقول لك تخلص لي 20,000 الى 10,000 فينا باش نحسب الطوموبيل وما يحسبش والو. دونك قلت انا كاش الدور اللي هذا لا هذا كانت على بلاش كيف كيف يعني تبي ترونزات وتبدا من النار تخلص يعني عندك مرانا هكذا. اي بيان اللي مور هذا لا مافيا دي بلاج كل هذا تمام يخدموا تحت حماية سي زهانة. شكون سي زهانة؟ سي زهانة هذا يا محمي من طرف خالد تبون وهو أمين عام وزارة الداخلية تعسيب الجود. دونك هذا محمي من طرف خالد تبون وعنده جماعة اللي يخدموا تحت دونك عندنا اون ديفيزيون الحراقة تابعين جنرالات بحرية وعندنا ديفيزيون تاع لا مافيا دي بلاج اللي تجيب ثاني الملايض وهذا مافيا دي بلاج واحد
واش درتو وين كتو يجيني يقول لك تخلص البلاصه تخلص سينو طبل روح اشكي يروح اشكي اللي هو منين جابها. الو بعد مؤخرا عملوا زعما حطات تاع جندارميه يوقف الناس اللي جايبين حتى هما دي ترونسيت. هذا بزوار لا هذيك ماهمش تابعين المافيا نحولهم نحولهم هاي طبق يا الرجل دي بلوز عياني طبق. اما الاخرين نعمش ما تدنا لهمش اسي هذو ما تقدر تدنا لهم. هذا هو الشيء اللي يراه اليوم هذا الجزائر هذا اللي راه صاير اليوم في الجزائر وحنا ساكتين لأننا ننعم بحرية التعبير وبديمقراطية وحرية صحافة وحرية نقاش. صحافي حر يجمع كل صحافي حر يجمع كل